فيديو مهم جدا 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 وتفاصيل مهمة جدا جدا جدا. اتمنى قبل الدخول في التفاصيل خليك زي الشاطر واعمل لايك للفيديو وزي الطعم واشترك في القناة وخليك مستمتع معانا لنهاية الحلقة لان فيها تفاصيل هتفضح ميسي ونيمار لاعبي امريكا الجنوبية ضد اشرف حكيمي. يا سادة يا كرام، في البداية عاوز اقول لكم خبر مهم جدا جدا جدا. صحيفة الموندو ديبورتيفو اكدت ان هناك صراع حاليا في فريق باريس سان جيرمان ما بين الفرنسي امبابي والارجنتيني ميسي حول مستقبل نيمار. امبابي يرى بان نيمار يجب بيعه واستقدام لاعب بديل اكثر التزاما، بينما ميسي يريد بقاء نيمار نظرا للصداقة القوية التي تجمع الثنائي منذ ان كان في فريق برشلونة العملاق الاسباني. في فيديو انتشر امبارح بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح قد ايه العنصرية اللي بيشوفها النجم المغربي اشرف حكيمي من لاعبي امريكا الجنوبية سواء الارجنتيني ميسي او البرازيلي نيمار. فيديو عنصري تماما ومؤامرة جديدة ابطلها الثنائي ميسي ونيمار ضد اشرف حكيمي هنشوفها في كل مباريات باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وهنشوف تجاهل مستمر وعدم تمرير الكرات مستمر وشكل غريب جدا هنشوفه مع اشرف حكيمي من هذا الثنائي امريكا الجنوبية الخبيث ميسي ونيمار. امبابي حسب التقارير بينفجر غضبا ويطالب الخليفي بطرد ميسي وطرد نيمار لتنظيف الفريق.